الوطنية في نهاية الجول. مازن عسل ترسل عرضية في نهاية الجول. يرسلها إلى واتارا. واتارا بين ثلاث لاعبين. يا سلام يا سلام، مساحة يجدها يا عيني. مرر إلى يوسف. وين يا يوسف؟ وين 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 وين؟ من الجهة اليمنى ما زالت الخطورة مستمرة. باستوس يتدخل. خطيرة ما بين العسيري وما بين فيتور. مررها إلى الغامدي. غامدي عجة إلى الخلف. إرسال العرضية. كنترول. الله على إنقاذ. تحت سميلة طويلة جدا على القائم الثاني بالراس. ما زالت مستمرة بالراس عند ربيع الأمثال. ترسل الآن التمريرة القصيرة. الغامدي في الجانب الأيمن. مرت فلا صاحب ال 25. قول الله 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 على. وقبل ذلك كان علي الأسمري بصفوف الفريق الاهلاوي. كذلك خروج زياد الجهني الان الى خارج ارضيه الملعب. ولايه الشوط الثاني حقيقه هجوم اهلاوي جميل وقوي، يعني زاد من رتم المباراه، حرك المدرجات. ولكن هي من فيتور، لكن بريما يقطع الطريق. مرور بشكل مثالي ورائع. واحد. وأين سيكون إن كانت هي تلك؟ طويلة طويلة خلف الدفاعات. يأمنها المدافع. إلى وين؟ إلى وين؟ حصل عليها المدافع. بهداوة على طول. وتارا وتعود للقدساوية. شوف الاستلام. هذا لو استلم خطير. هذا لو شالها خطير. خلي بالك الكرة تعود لأبناء نجران. إلى ربيع يلعب إلى منتصف الملعب. خطورة كبيرة لكن عاد وتارا وحصل على التمريرة من واتارا إلى تعود الكرة سليمة الآن. واتارا بين لاعبين يعبر. واتارا مرر إلى ربيع. دارسي في الجانب الأيمن. دوران يسلم. يعود قدم للاعب الفريق الأهلاوي. المجرسي أمامي أجمع قطع على قرابات عند سليمان السعيد. الكنترول وهنالك هنالك خطأ. شوف الانتشار بالنسبة لي فريق الحزم. الكابتن القدير الكبير محمد عبد الجواد طراد اللي حديثه هي سابقة الشوط الأول إلا حضور جماهيري. لا نطالب طبعا ب30 أو 40، نطالب بعدد جيد من الجماهير. ترسل عالية في منتصف الملعب. تصل إلى سليمة إيلاني. يا رضا مرر إلى كاسيان. ضاعت يا موريرا. ضاعت. هذه أخطر كرة الماضية. مررها رضا وأضاعها مارين. وطول السياري على تحضير سعيد. وتارة صادها. وتارة صفرة. الاستحواذ سيطر على الكرة. بدأ يقاسم العين الأهلاوي. والكرة داخل منطقة الجزاء. أتمر رأسية تتخلص سعود لدفاعات نجران. أتمر إلى الجهة اليسرى. بالتالي الهجوم الجميل والتقدم والتمريرة. الكرة هو المقري. الهدفين اللي مع الكرة في تمريرة وصلت لدفاعات نادي نجران إلى حارس المرمى. شمري خطيرة لكن طويلة جدا. الكنترول رائع جدا من عبد الله الدوسري. مرور بشكل رائع ومثالي. وإلى رمية تمامي متعب الشرحيلي عند الملعب فوكس أبداي. الله إلى محمد. العرضية خطيرة جدا لكن خلص الدفاع. أكثر صعوبة على العرفوية إلا إذا كان لأبلاي.
والخطر كله من أبلاي. يصل الآن إلى المساهمة رقم 13، سجل أبلاي 10 أهداف وقام بسرعة، صعد كذلك إلى دوري المحترفين مع نادي الطائي، والآن يقف عند عبد الواحد بلمسة قوية لكن خلص الدفاع. وبعد ذلك وبقية رفاقة لديهم رأي آخر في هذه المواجهة ونظري، إذا انتهت الأمور على ما هي عليه إلا إذا انتهت الأمور على ما هي عليه. لدى المغربي عمر العرجون اللي يرسلها طولية وعالية، مرت يا عمر وعادت سهلة إلى الدفاعات، يوسف مبعدا عسيري مرر العمري عاد يرسلها يبعدها وتارة. كان صعب جدا ولدي أجواء الخاصة اللي تماس تلعب طويلة بحثا عن رأسية، خلص الدفاع الحزم في اللعب خطيرة جدا لمصلحة الحزم، الحزم يضغط الحزم يسيطر، لكن دوري المحترفين بعد موسم ماضي لم يكن موفق. متواصلة بالنسبة للحزم، الاستقبال واللمسة ولكنها مرت، لكنها مر ولا مر ولا عبر. مشروع الثالث، خلاص الدفاع، خلاص الدفاع، وبعد ذلك أولينا نوفل، خلاص الدفاع بشكل رائع جدا. تعود بعد حزموية المرتدات، الأجل الثالث ومشروع الثالث لعيبات، لازال التقدم على نفس النهج عند نوفل. عود بعد ذلك أن ينهيه متقدما وأن يعود لاعبيه بنفس النتيجة من بارابوزا، وذبر بوز الله على تسديده يصل. بعد ذلك الشعلة ما ان تصل الكرة الى نواف العزيز سيشكل ضغط عالي لانفكاك نواف العزيز. نواف ارسل الى كارو مواجهة اخرى ينجح للمرة الثانية وتارا المهاجم الصريح من غانا، بداية قدساوية خطرة، بداية قدساوية على المرمى على طول تروح، يكون هو اللقاء الاخير في اليوم الاول من الجولة الثانية. والله يا خطرة بنو قادس ضاعت ولا لسه؟ خلصوها تمريرة على طول في نص الملعب، محاولة تمريرة حلوة وجميلة صادوها الدفاعات لتعود مرة أخرى لفريق من الأهداف على الإطلاق. حرام تنتهي قمة مثل هذه القمة فيها طرف جماهيري وفيها طبع. على طول إلى إبراهيم الشعلي يعطي له تمريرة، خلص الدفاعات على طول إلى المهاجم الخطير إبراهيم اللي يقدم مباراة كبيرة عرضية جميلة، لكن دفاعات نجران إلى الدفاعات القدساوية، تمريرة طويلة من المدافع يحطها بالخبرة، بالخبرة من وتارة. اللحظات القاتلة ملحوبة، حذاري من صالح، حذاري، الكرة ترجع إلى صالح والدفاعات وياه. أما هذا السوري الله على مرور يا لاعب، والله على تمريرة، يا سلام يا سلام، كانت رائعة جدا يا إبراهيم، جنيح يا إبراهيم، أرسل عطية وتارة 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 أمن عليه، يرسلها إلى خالد الدش، مرت يا خالد أبعدها وتارة لتعود إلى تمريرة إلى كوتيلي، ولم تصل كرة إلى فيتور بيريرا، استردها وتارة، يبدأ جيد النجم، تعود الكرة سليمة الآن إلى سعيد الزهراني، يعول على مهارته في الكثير من الكرات، إلى فيتور، عدة أمامية إلى أوغو، قدم بالكرة، عرضية مر خاطئة، عادت إلى أوغو خطيرة. كبيرة مالوب يهرب في أكثر من لقطة، مالوب خطير، لكن وتارة مع الكرة، خلص الكرة وتارة، تحركات شيكاروني العياد وعبد الله الغامدي، هل يحدثون تغييرا في خط مقدمة برونو كراسي؟ أمامية من برونو، الديارة يتسر على الأوراق حتى الآن بالنتيجة. طائرية يرسلها طولية عالية بحثا عن زبير مطراني وبحثا عن أسرع انتقال رحمن الشمري إلى القادسية ثم العودة المدرج. سليمة تصل في الجانب الأيسر،
سقوط عفو إعادة وهو الذي بدأ الجولة في 15 بعد ذلك قرر للعب إلى عنزي يبعدها وترى إلى الأوت كوتينيو مع كارلوس موبيتور في الرواق الأيسر الشكل التقليدي ما زال 3-5-2 يا وترى وترى من تسجيل هدف ثاني ثلاث نقاط في كرة تصل عند ميراندا ميراندا تأخر تصرف ما كان جيد من ميراندا هجمنا الضغط وتمريرة تأتي خلف الأظهرة لكن الدفاع يتدخل بشكل ممتاز من فيصل دحل العربي جدا وبالإضافة إلى القادسية وهجم هذه مباريات هذه الجولة الخامسة والجولة المتوقعة بأن تكون مثيرة وممتعة في كل تفاصيلها وفي كل مبارياتها وحتى تمريرة وصلت عند نيكولا بشكل ممتاز لكن التدخل ولا أروع من دفاعات من النقطة السادسة وهذه الرمية الجانبية ورمية جانبية جيرارد نقل الكرة أمامية منقولة إلى الأمام لمصلحة فابكر فيها أسامة البواتي نفذ الرمية الجانبية نقلها إلى الأمام التخت أسام ترك الكرة إلى يحيى يحيى أمامية نقلها ولكن التغطية الدفاعية الحاضرة لمصلحة فريق نجران لتقنية الفئار ثم استطاع تسجيلها مرة ثانية بابكر غيوي لمصلحة فريق كان عن طريق ضربة جزاء بابكر غيوي والكرة الآن والانطلاق الآن تصل عند جمال أرجو نقلها أمامية إلى الأمام أبو بكر نقلها إلى محمد الثاني ولكن التصدي من قبل عبد الله عصام البحري الى عادل جعبوط عادل جعبوط ماشي بالكره يحاول المرور جعبوط الكره تطمت الف سلامه على الشعله والعروبه هذه ابرز المباريات اللي تقام جارليت نقلها اماميه الى محمد الثاني لاعب فريق احد يحاول المرور ولكن الكره معاه وتارا نقل محمد نقلها عرضها لعبها التغطيه الدفاعيه الى الخلف لاعب فريق أحد 80 دقيقة من مجريات شوط المباراة الثاني التعادل الإيجابي لا يزال قائم بين الفريقين بهدف لكلا الفريقين تبقى في المباراة تقريبا دقيقتين من الوقت المضاف الكرة عند محمد الثاني الكرة الآن منقولة لمصلحة وتارا نقلها لعبها مروا عبر بعد ذلك البحث عن الرأسية الأسالة تحديدا في هذا التوقيت تلعب بعد ذلك في وسط الملعب الآن دخلنا في المنعطف الأخطر في المباراة في الوقت الأخير في اللحظات الأخيرة في وقت لا تعويض سليمة ترسل الآن طولية لكارلوس أندريا واحد لواحد سبعة أهداف ليلة البارحة أربعة أهداف نوفل لمسة جميلة جدا وهنا الخطأ الحاسم لا يشير إلى شيء كوتينيو إلى هوساو بأجواء تكتيكية نوعا ما يعني دفاعية على الأقل في شوط المباراة الأول لم نشاهد في طلعات هجومية كما شاهدنا مشعل الفرج أنا أتكلم عن اللي هو ربيع هوساوي سليمة ترسل الآن ينجح في اقتناص الكرة الماضية أمام كارلو ديمورا صاحب 31 سنة واللي مثل باوليستا من دام وعبد الله الدوسري للساحل وهدف تقليص الفارق كان عن طريق سعيد ربيع إلى واتارا طولية عالية إلى يوسف أم نشاهد هدف الدقائق الأخيرة تيارا عاليو ترسل روس في ملعب الجوهرة انتقلت المباراة إلى ملعب الشرائع هل سيكون هذا الملعب أيضا بجانب لاعبي فريق جدة ومدربهم عبد العزيز ويتقدم مع فريق جدة بالهدف الأول ويصعب المهمة على وتارا
خلفية لصالح نجران إلى واتارا، التمريرة إلى فيصل دارسي، فيصل مع الكرة إلى واتارا، إغلاق كل المنافذ. شوف الكرة هذه خطيرة، مرت الكرة، هروب ومحاولة وتسديد. واتارا مع الكرة إلى الجهة اليسرى، اللاعب الخبير صاحب التحركات الخطيرة والتأثير الهجومي الكبير والخبرة الكبيرة اللي شاهدناها لهذا اللاعب سواء مع جدة في الموسم الماضي. فيصل الدارسي يعيدها، فيصل إلى واتارا، يرسلها إلى أفصل جانب الأيمن إلى والضيف الكبير للدوري يلو الأهلي يقابل الخيصومة في المباراة اللي تقام يوم الأربعاء في 58 هذا